عماله بكلم نفسي بقول لي ليه اللي حصل لي دوت؟ ليه اسمع الكلام دوت وانا بقرا كلام ربنا؟ ليه بقيت هتجنن؟ طب هي البنت المسلمه اللي قرت كتابها سمعت كلمه زي دي؟ هل في ولد جالها من وراها كده دوت وقال لها الكلمه اللي انا سمعتها؟ هل كتابها كسفها زي ما كسفني؟ لا ما حصلش. ده كل اللي واقفين كانوا معجبين بيها، ده انا نفسي اعجبت بيها، انا نفسي اعجبت بيها بشجاعتها وبجرأتها. يقولوا لي ده تفسير له، تفسير له معاني. طيب اوكي له معاني. طب الولد دوت انا لو جبته بعد ما قال لي الكلمتين دول وقلت له استنى لما اشرح لك الكلام دوت واشرح لك معانيه، هيسمعني بعد ما قال لي الكلام دوت؟ هيقف ويسمعني وهو عمال يبص لي بصات قذره وسفله؟ هيقف يسمعني؟ هو انا لسه هقف اكمل معاه واشرح له، اشرح له كلام ربنا؟ انا لسه يا رب هقف اكلمه في كلامك بعد اللي قاله لي؟ بيقول لي تعالي نذاكره سوا، اقف اشرح له انا واقول له استدياني يعني ايه وفخزيكي يعني ايه؟ انت يا رب ما كنتش عارف ان ده هيجرى لي. وحتى انا لو حتى لو شرحت له الكلام، حتى لو حاولت ان انا افهمه، عمره ما هيفهم، وعمر الكلام ما هيخش في قلبه، يستحيل خلاص يستحيل. كاني كده بالظبط جايبه واحد وبقول له بص انا جايبه لك عروسه، شايف العروسه الحلوه اللي هناك دي؟ هي دي، ايه رايك في العروسه دي تتجوزها؟ وراح باصص كده للبنت اللي انا جايباها ديت، ولقاها مثلا بنت قليله الادب، راح قايل لي ايه البنت قليله الادب اللي انت جايباها لي؟ انت مش شايفه بتقولي، مش شايفه الفاظها؟ رحت قايله له ماشي بس استنى ما تفهمهاش غلط، دي قله ادب روحيه، ده قله الادب ديت وراها هدف تاني اسمى من تفكيرك، ما تفهمهاش غلط وما تاخدش قله ادبها ديت والفاظها اللي هي بتقولها بمعنى مادي. حاول تفهم شويه بتفكيرك وباحساسك، وحاول تبص للرموز بتاعت الكلام بتاعها. البنت دي مش قلت الادب ولا حاجه، بص البنت دي مش قلت الادب ولا حاجه، البنت ديت بتقل ادبها عشان تصرف على اخواتها. شفت بقى الهدف الثاني اللي هي بتقل ادبها عشانه؟ تبقى مش قلت ادب ولا حاجه، ده هدف ثاني، دي في علاقه حب قويه بينها وبين اخواتها، فعشان كده بتقل ادبها عشان تعبر عن حبها، يعني بتبيع نفسها وبتبيع كرامتها وبتبيع شكلها قدام الناس والفاظها كده بتقولها عادي علشان خاطر تعبر عن العلاقه القويه اللي بينها وبين اخواتها. هل ممكن الراجل دوت بعد اللي شافه وبعد تفسيري وتبريري لموقفها هيقبل بيها؟ يستحيل خلاص قلبه اتقفل، مستحيل. لو هيدوله عليها فلوس ده نفس اللي حصل لي. واقفه بعرض على الناس كلام ربنا ماشي، ولقيت تعبيراتهم اللي انا شفتها والكلام اللي انا سمعته. يستحيل مهما وقفت ان انا علشان افهمهم الكلام وعلشان ان انا اشرح لهم مغزى الكلام وهدفه ومعانيه ويقصد ايه، يستحيل يقبلوه، يستحيل. انا بضحك على نفسي، هو انا هضحك على نفسي؟ ماشي ارد، هخش روم وهرد عليكم وهقول لكم ما تفهموش نشيد الانشاد غلط، ونشيد الانشاد يقصد كذا، وصديقي معناها كذا، ومش عارفه الرقص كيف بتشير الى ايه، وفخزيكي بتشير الى ايه، والكلام ده كله. طب انا هضحك على نفسي؟ اهو انا جربت بنفسي وعشت اللحظه، لحظه سودة بكل المقاييس. اللي مش مصدقني يمسك الكتاب المقدس ويقف كده هو في الشارع ويقرا الكلام اللي انا قريته، ويوريني الناس هيعملوا ايه، يوريني الناس هيسمعوا كلامه ازاي. بنت اولا يروح يعمل زي ما انا عملت، ويوريني الصدمه اللي هيتصدمها. لو وافقت انت يا مسيحي وانت بتقرا كلام ربنا ان كلام ربنا يتقابل بالاسلوب اللي انا شفته دوت، مفيش دم، لان انت كده هو مش بتغير على كلام ربنا ومش بتزعل علشان كلام ربنا. المهم انا خدت الكلمتين دولت من الشاب دوت، وروحت منهاره وانا بعيط، مش شايفه قدامي ولا قادره اكلم حد ولا قادره
اكل ولا قادرة اشرب، ودخلت اوضتي وقفلت على نفسي وقعدت اكلم نفسي زي المجنونة العبيطة الهبلة، قعدت كده اكلم نفسي وخلاص. قعدت بقول جملة واحدة بس، بكلم ربنا وبقول له جملة واحدة بس، بقول له ليه يا رب اتعرض للموقف دوت بسبب كلامك؟ ليه اتعرض للموقف دوت بسبب ان انا بعرف الناس كلامك؟ هو مش ده كلامك؟ مش ده كلامك وبتخاطب بيه الارواح في القلوب؟ ليه ما دخلش على روحهم وقلوبهم؟ ليه دخل على حته ثانيه خالص؟ ليه راح على الغرايز والشهوات وسمعت الكلام ده من الولد اللي بيتكلم دوت؟ انا مش قادره اتلم على اعصابي، كل ما افتكر الموقف ما بقدرش اتلم على اعصابي. انتوا عارفين يعني ايه لما كلام ربنا ينهار كده قدامكم؟ ينهار، تشوفوا ردود فعل الناس، بتتكسفوا من كلام ربكم. مفيش ولا مسلم طبعا عايش الاحساس ده، انه ما عندوش كلام زي اللي عندي. وزي ما قلت اللي مش مصدقني يروح بنفسه ويقف في اي مكان، في مسلمين او في اي حد، في ملحدين حتى او في بوذيين من اي ديانة، ويقف يقرا عليهم الكلام ده ويشوف رد فعلهم ايه. بقيت اقول يا رب اشمعنى تختار العلاقة الجسدية بين عريس وعروسة وتتكلم بيها وتشبه بيها؟ اشمعنى العلاقة الجسدية؟ اشمعنى؟ ما في علاقات اطهر من كده واسمى من كده بكتير كنت ممكن تشبه بيها. في علاقة الام بابنها، الام ببنتها، الاب بابنه، الاخ باخوه، في علاقات كتيرة سامية وطاهرة. اشمعنى عريس وعروسة؟ على الاقل ما كنتش هسمع الكلام اللي انا سمعته ده واتحرج الاحراج ده، ما كنتش هسمع الكلام ده بسبب كلام. بقيت عم بتكلم نفسي كده بقول اروح فين؟ بس اروح فين واكلم مين؟ اروح فين واكلم؟ رحت وقفت قدام سوريس يسوع في اوضتي وبقيت اكلمه واستنى منه رد، واقول له رد عليا يا يسوع، رد عليا. اتمجد يا يسوع، وريني مجدك العظيم ورد عليا. مش انت كده عشان تخلص نفوسنا واتقلبت وتحسبت علشاننا؟ انت ليه بتستكتر عليا تريحني؟ رد عليا، ارشدني، قولي ليه الكلام ده اعرجني؟ اتحركت ليه وليه الكلام فرج الناس عليا؟ وليه سمعت من السافل الكلمه دي؟ ليه؟ وبقيت اكلمه واكلم العذراء يا ام النور واكلمها واقول لها نوريني يا ام الاله الحي، كلميني وطمنيني ردي عليا. انا مش قادره استعمل ان انا احس ان انا كنت غلط، مش قادرة كل ما بفتكر بنهار. كلمت يسوع وكلمت العذراء وكلمت كركس وخدت شباب القديسين كلها وقلت مش حد يرد عليا، ما حدش عبرني. قلت لهم انتوا ما بتسمعوش ولا ايه؟ وانا بكلم نفسي انت ما بتحبنيش يا يسوع علشان اللي بترد عليا؟ ولا حد في الكنيسه رد عليا بكلام مقنع، ولا حد في الروم رد عليا بكلام مقنع، ولا اي حد اداني طريقه امسك بيها كتابي واقرا بشجاعه قدام الناس، ولا حد فسر لي اي حاجه في اي حاجه. فضلت اتكلم معاهم كده اهو لحد ما الناس نامت، وانا اللي قاعده كده صاحيه. قلت لهم انتوا خلاص، انتوا كده انتوا جبتوا اخركم معايا كده خلاص، انا مش هستنى منكم رد بعد كده تاني.